السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. تقطيعة الموتوسيكل ومشاكلها. ناس كتير بتحصل معاها التقطيعة في الموتوسيكل وما بيكونش عارف السبب جاي منين، وممكن التقطيعة دي تكون بسبب حاجة بسيطة خالص ولكن هو مش عارفها، وده طبعا راجع لأن أسباب التقطيع أو الأسباب اللي بتعمل تقطيع وتنتيش في الموتوسيكل بتكون كتير أكتر من حاجة. يعني ممكن التقطيع اللي في الموتوسيكل تكون عندك بسبب البنزين أو بسبب الكربراتير، ممكن تكون بسبب الكهرباء، في مشكلة في الأكتفاير، في مشكلة في المبينة، في مشكلة في البوييه، ممكن تكون بسبب مشكلة حاصلة في الميكانيكا بتاعة الموتور نفسها، زي مثلا تكهات مفتوحة زيادة، تكييف محمل زيادة، ممكن تكون بسبب إبرة الكربراتير نفسها فيها مشاكل. فالأسباب بتختلف من موتوسيكل للتاني ومن حالة للتانية، يعني مش كل الموتوسيكلات بتقطع عشان سبب واحد، لا، في أكتر من سبب للتقطيع في الموتوسيكل أو التروسيكل. في فيديو النهاردة إن شاء الله جمعت لك 6 أسباب مختلفين بيعملوا تقطيعة في الموتوسيكل. يعني لو الموتوسيكل معاك بيقطع بينتش بيفرجع من الشكمان، مش هتطلع من فيديو النهاردة غير وانت عارف ايه السبب اللي بيخلي الموتوسيكل بتاعك يقطع، وتقدر تحلها بنفسك من غير ما تحتاج تروح لحد. 6 فيديوهات مختلفين جمعتهم لك في فيديو واحد عشان تعرف تفرق بين كل سبب من اسباب التقطيع، وتعرف تحدد السبب بالظبط، وتعرف تصلحه بنفسك من غير ما تحتاج تروح لحد. كمل الفيديو للنهاية وما تستعجلش عشان تعرف تلم بجميع الاسباب وتقدر تحدد السبب اللي عندك فين. بس قبل ما تبدأ، لو انت مش مشترك في القناة انزل اشترك في القناة، فعل الجرس على الكل، وادعمنا بلايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن والكل يستفاد. ويلا بينا نبدأ في الفيديوهات. الموتوسيكل بيدور على السلانسية 100 100 وبتزود بنزين مفيش فيه اي مشاكل، ولكن بمجرد انك انت تطلع بيه وتمشي بيه بتلاقي الموتوسيكل بيقطع ويجبد معاك تقطيع ايام ده خالص، تحس ان الموتوسيكل كده بيفصل وبيشتغل تاني، بيرجع لورا وبيخش لقدام تاني بشكل كبير، تقطيع ايام ده. يعني كلبسه ب2 جنيه، لو ملاحظ حضرتك في كلبسه هنا بتكون راكبه في المبينه تحت التانك بالشكل ده، هو لاحظ كده الكلبسه معايا دي زي ما تقول كده الكلبسه وسعت بالشكل ده هو، وماسكه على حاجة بسيطة خالص. طول ما انت واقف الكليبسة دي ثابتة، اما بتتحرك بالمكنة بتبدأ الكليبسة دي تتحرك معاك، فبالتالي بتفصل الكهرباء عن المبينة وبترجعها تاني. القصة دي بتعمل معاك تقطيع جامد جدا، بسببها ممكن تغير زي ما قلت لك الكربراتير، وممكن تغير الاكتفاير، وممكن تغير ملف شحن، وتخش في حوارات كتير، وبكون السبب من الكليبسة دي زي ما احنا شايفين كده. الكليبسة بيكون حاصل فيها زي وسع زي ما انت شايف كده، باظت من الداخل تمام، وسعت فمش حاكمة على مكانها كويس، وبكون عليها نسبة تراب. فكل اللي بنعمله تمام بمجرد انك انت بتركب المكنة بتقدر بالنسبة لشغلنا، يعني بنقدر نفرق بين تقطيعة الكهرباء وبين تقطيعة الميكانيكا او الكربراتير. فبأول ما بيحصل معايا الوضع ده هو بلاقي المكنة شغالة على السلانسي مفيش فيها اي تقطيع، بزود بنزين للاخر مفيش مشكلة، ولكن بمجرد اطلع بالمكنة بلاقي المكنة بتقطع وتجبد معايا جامد، وبحس ان المكنة بتطلع لورا وبتدخل لقدام زي ما قلت لك، فبعرف على طول ان الكلبسة دي بايظة. باجي ابص على الكلبسة بلاقيها بنفس الوضع اللي احنا شفناه بيها ده، هو بتكون راكبة هنا بالشكل ده، ولكن الكلبسة بتتحرك مش ثابتة مكانها، بتكون راكبة على حاجة بسيطة. طول ما انت ماشي الموتوسيكل ماشي في مطب ولا حاجة شغال، بتبدا الكليبسه دي بتتحرك من مكانها بالشكل ده، هو بتعمل معاك التقطيع الجامده دي. بمجرد انك انت تغير الكليبسه دي بترجع المكنه تستقر وبتشتغل 100 100، مفيش فيها اي مشكله. فيا ريت ناخد بالنا لو انت حصلت عندك تقطيعه في المكنه بالشكل اللي انا بقول لك عليه ده، هو فاول حاجه انزل بص عليها الكليبسه بتاعه مبينه التكرير، لو لقيتها بتتحرك معاك بالشكل ده هو ومش ثابته مكانها هتجيب كليبسه جديده تمام، كليبسة جديدة ب2 جنيه زي كده هو، وهتقطع الكليبسة القديمة دي وتركب الكليبسة الجديدة وتحط لها غطا كليبسة او تبسترها وتركبها تاني وتطلع تجرب المكنة، هتلاقي المكنة ان شاء الله ظبطت معاك. ده سبب مهم جدا من اسباب التقطيع في الموتوسيكل، ياريت الناس تاخد بالها منه. اول ما تحصل معاك تقطيع في الموتوسيكل ما تطيرش على الكربراتير والاكتفاير والحكاوي دي، لا، بص الاول بالحاجة السهلة دي، لان اغلب الاعطال دي بتبقى بسبب حاجات تافهة وبسيطة خالص، ولكن العطل ده هو بيعدي على ناس كتير، وناس كتير مش بتاخد بالها منه، بيعمل معانا المشكله دي والتقطيع الجامده دي في المكنه.
تمام زي ما هو حصل معانا في الموتوسيكل اللي معانا ده. هو التقطيع فيه جامد، ده هو ماشي ولكن هو واقف مفيش فيه اي تقطيع. اول ما بصيت في الكليبسه لقيت الكليبسه بالوضع اللي انت شايفه ده هو، فانا هنا هغير الكليبسه وارجع ارجعها اركبها مكانها في المبينه وبس كده خلاص اتحلت معانا المشكله. ده كان فيديو بسيط حبيت اوريه لحضراتكم عشان الناس تاخد بالها، واي حد تحصل معاه المشكله دي يبص على الكليبسه بتاعه موبينه التكرير الاول قبل ما يعمل اي حاجه او يغير اي حاجه في المكنه. الموتوسيكل اللي معانا ده جاي فيه مشكله في تقطيعه، ولكن مش تقطيعه عاديه، لا هي تقطيعه على الصلانسيه ولا اول ما تزود بنزين. بتدور صلانسيه بتدور معاك المكنه 1000 في 1000 مفيش فيها اي مشكله، بتزود بنزين برضو بتزود معاك لاخر البكره مفيش فيها اي تقطيع. طيب بمجرد انك انت تركب المكنه وتدي غيار وتيجي تفلت الدبريش وتطلع تلاقي المكنه قطعت معاك وبطلت، تمام، تدور تاني وتيجي تطلع تلاقي نفس القصه المكنه قطعت معاك وبطلت. ولو حصل انك انت طلعت بيها بتلاقيها بتقطع معاك تقطيع جامد على الطريق. اللي بيحصل معانا هنا حاجه غريبه شويه او مش سهل انك انت تكتشفها. تعال نبص كده بصه، زي ما احنا شايفين ده السلك بتاع ملف الكهرباء اللي طالع من الملف، هنلاحظ هنا ان في قطع في السلك، وبالتحديد القطع ده جاي في السلك الاحمر بخط اسود. هفتح لك كده السلك اهو عشان نبص على المشكله دي مع بعض. ده السلك العازل هنفتحه عشان نشوف المشكلة جاية من فين بالظبط وناخد بالنا منها، عشان لو حصل معانا العطل ده ما نصرفش كتير ولا نغير حاجة في المكنة، نشوف المشكلة على طول ونعرفها ونعرف سبب التقطيع دي جاي من فين. ده كده بعد ما فتحت سلك الملف، ولاحظ هنا معايا السلكة بتاعة التشغيل البوجيه الأسود بخط أحمر مقطوعة وفيها سلك متع الراي، وطبعا عارفين إن السلك ده هو بيمشي في مجرى في الماتور مخصصه ليه عشان ما يخبطش في الجنزير او في الدرابوكس في الكروس بلاد. السلكه دي طبعا اتعرت او اتقطعت مع الوقت وبتلمس معانا فين؟ في جسم الماتور او في المسمار بتاع الماتور زي ما انت شايف كده. فبمجرد ان هي تلمس تلاقي الموتوسيكل قطع معاك، الكهرباء بتاعت البوجيه فصلت ورجعت تاني، تفصل وترجع تاني بسبب التلميس اللي بيكون في السلكه دي في جسم الماتور ارضي. طيب ايه اللي خلى السلكه دي اتقطعت معانا وعملت المشكله دي؟ الماتور هنا مش متربط كويس، مفكوك بيتحرك، فبكل ما تيجي تدي غيار وتطلع بالمكنه الماتور يتحرك من مكانه يحرك السلك لحد ما قطعه وعمل معانا المشكله دي. كل ما السلك يلمس في جسم الماتور وجسم الماتور ارضي فبيفصل معايا الكهرباء بتاعه البوجيه ترجع تشتغل تاني، تلاقي المكنه مش راضيه تطلع معاك وبتقطع تقطيعه جامده. تمام هنعمل ايه؟ طيب هنسلخ السلك المقطوع، هنفصله من بعضه زي كده وهنشيل الحته المقطوعه وهنجيب لها وصله سلك ونوصلها بالطريقه دي اهو، وصلناها بالطريقه دي عشان السلك يبقى مظبوط وما يبقاش مصير. وبعد كده هنجيب سلك مكرونه عازل نغطي بيه مجموعه اسلاك الملف ونلف عليهم بلاستر بالشكل ده ونبيتهم مكانهم في المجرى المخصصه للسلك بعيد الجنزير. وبكده نكون حلينا المشكله بكل بساطه وعرفنا العطل ده هو بيجي من فين بالظبط، عشان لو حصل معاك في الموتوسيكل في التروسيك تبقى انت عارف المشكله جايه من فين وما تتغرمش حاجات كتير من غير فايده. طبعا اكيد لاحظت معانا التقطيع اللي موجوده في الماتور، الماتور بيقطع معانا على الصلانسيه، هو اما بتيجي تزود بنزين في تقطيعه في الموتوسيكل او في الماتور، كمان في صوت زي فرقعه كده من الشكمان. طبعا التقطيعه دي سببها الكهرباء. تمام طيب هنحل المشكله دي ازاي وازاي نعالج العطل ده هو؟ تعال معايا كده نشوف المشكله دي جايه من فين وازاي هنعالجها باقل تكلفه وبحاجه بسيطه خالص. اول حاجه هنا معايا اروح للبوجيه، هرفع البيبه بتاعه البوجيه بالشكل ده هو وهبدا افك البوجيه بمفتاح 18 في الموتور. بعد ما فكيت البوجيه بالشكل ده هو هحط البوجيه جوه بيبه البوجيه
بالشكل ده وهلمسه في الارض في جسم الموتور وهبدأ ادور. عايزك هنا تلاحظ معايا اول ما بدوس على المرش الجزء بيعمل شرز، ولكن بيدي شرز على الجناب مش شرز في النص بين الشمعة وبين الجسم اللي قدامها. الشرزة هنا بتكون على الجناب، مش عارف هي واضحة معاك في الفيديو ولا لا، ولكن هنا البوجين طلع معايا شرزة ضعيفة، وفي نفس الوقت الشرزة دي متوزعة على الجناب مش في الشمعة بتاعة البوجيه. تمام. طيب كده معنى كده ان البوجيه ده بايظ، هجيب كده بوجيه جديد بالشكل ده هو، وبرضه هعمل عليها نفس التجربة. هفتحه بس الاول سنة كده بسيطة بحيث افتح اظبط المسافة بتاعته اهو بالشكل ده، وبعد كده هركبه في البيبة وهلمسه برضه في جسم الماتور. وعايزك تلاحظ معايا وتركز الشرزة بتاعت البوجيه الجديد هنا ازاي. بص كده اول ما بدور هنا الشرزة بتطلع معايا في نص البوجيه بانتظام في الشمعة بالظبط، مش بتخبط معايا على الجناب. معنى كده ان البوجيه القديم اللي كان الاول ده بوجيه بايظ، هو اللي عامل معانا التقطيع والمشكلة اللي في المكنة دي. طيب تعالى كده نركب البوجيه الجديد وندور المكنة ونشوف هل التقطيع موجودة ولا راحت. هربط البوجيه بالشكل ده هو، ويا ريت حضرتك تقتنع انت وبتربط البوجيه تربطه بايدك اولا. ربطت البوجيه وهركب البيبه بالشكل ده هو، وهبدا اسمي الله وادور المكنه. اسمع كده صوت المكنه. طبعا زي ما انت ملاحظ كده التقطيع اللي كانت في المكنه راحت خالص، مفيش اي فرجة في الشكمان ولا اي تقطيع. باجي بس ان انا هظبط الهواء بتاع المكنه، لان صاحبك اللي لعب في مسمار الهواء والمكنه الهواء بتاعها مش مظبوط على السلنسيه، فهظبط الهواء واوريك برضو صوت المكنه على السلنسيه عامل ازاي، وهتشوف الفرق بين بدايه الفيديو قبل ما نصلح المشكله وبين دلوقتي بعد ما صلحنا المشكله. ده كده صوت المكنه على السلنسيه بعد ما ظبطت الهواء اهو. غمزه مارش بتدور معايا على طول، مفيش تاثير في الدواره ولا تقطيع. التروشكل اللي معانا قدام حضراتكم ده فيه تقطيع جامده في الموتور، الموتور بيدور ولكن بيقطع جامد، وتحس ان فيه صوت فرقع طالع من الشكمان، وتيجي تزود بنزين للموتور الموتور مش قابل بنزين او مش قادر يلف كويس. تعالوا ندور الاول ونسمع صوت التروشكل وبعد كده نشوف السبب او سبب العطل ده جاي من فين مع بعض. كده بعد ما دورنا الموتور زي ما احنا ملاحظين زي ما شفنا كده قدامنا صوت الموتور عامل ازاي، بتزود بنزين للموتور والموتور مش قابل انك انت تزود له بنزين، وبيفرجع بيطلع فرجع جامده من الشكمان زي ما احنا شفنا، وفي تقطيع جامده في الموتور. طبعا التقطيع هنا في الموتور بيكون ليها ثلاث اسباب. السبب الاول بيكون بسبب البنزين او في مشكله في الكربراتير، والسبب الثاني عندنا بيكون بسبب الكهرباء، والسبب الثالث بيكون بسبب عيب ميكانيكي، اما بيكون من الصمامات او بيكون مثلا من الاتكاهات، في تكيه مش مفتوح زياده عن اللزوم او محمل، او في شاكوش متاكل جامد بالتالي مخلي التكيه معاه ما بيفتحش كويس.
طيب احنا هنا الكهرباء معانا كويسه والبنزين طبعا واصل معانا مفيش فيه اي مشكله. اتبقى معانا عيب او السبب الثالث اللي هو السبب الميكانيكي. هنفك مع بعض غطي التكهات ونشوف التكهات ظروفهم ايه ونشوف سبب المشكله والتقطيع اللي جاي من فين. وبعد كده بفكيت غطى التكهات وهرفع الغطى بالشكل ده هو وهحرر معايا التكهات عشان اشوف التكهات فيهم حاجه محمله او حاجه مفتوحه زياده ولا لا. وكده بعد ما حررت التكهات الاثنين وهاجي اولا على التكيه اللي ورا الاقي التكيه كويس في بوش بسيط يعني مظبوط مفيش فيه مشكله. واجي هنا على التكيه اللي قدامها الاقي التكيه مفتوح معايا زيادة عن اللزوم زي ما احنا شايفين بالوضع ده هو تمام. والعروسة معايا بتتحرك من مكانها معنى كده ان المسامير بتوعها مش رابطين كويس. عندنا هنا برضو في مسمار مهوي في عروسة التكهات بالشكل ده هو المسمار اللي في النص ده. وعندنا المسمار اللي قدام برضو مهوي وفاكك او سنه بايظ بالشكل ده هو. يعني المسمار هنا طالع معايا بسنه بالشكل اللي انت شايفه ده. وطبعا ده السبب اللي مخلي معانا المكنة مش راضية تظبط. التكيه بتاع الحريق مش بيفتح معانا كويس فبالتالي ما مصرفش الحريق ومخلي المكنة ساحبة بنزين جديد. طبعا هنفك عروسة التكهات ونسن مكان المسامير بتوع عروسة التكهات ونرجع نقفلها تاني ونشوف هل اتظبطت ولا لا. طبعا كنا عاملين فيديو لعلاج مسامير التكهات لو هي بايظة عندك بالشكل ده هو من غير ما تفك الراس موجود على القناة وهسيبهولك في صندوق الوصف ممكن تقدر تشوفه. وهنا بعد ما فكيت مسمار التكهات في النص اللي هو ده هو وطبعا المسمار معمول 14 وبسحب العروسة كده تفاجأت بان العروسة نفسها برضه مكسورة من ورا بالشكل ده هو زي ما احنا شايفين كده. العروسة معايا مكسورة من ورا بالشكل اللي احنا شايفينه ده هو ومش ماسكة غير على مسمار واحد في النص والمسمار طبعا كان مفكوك تمام زي ما احنا كده شايفين. ده طبعا السبب زي ما قلنا هو اللي عامل معانا المشكلة اللي كانت في الموتور اللي احنا شفناها دي. هسن طبعا المسمار ده هو وغير عروسة التكهات ونرجع نقفل الموتور ونشوفه هيتظبط معانا ولا لا. وكده طبعا بعد ما قفلت عروسة التكهات وهنا سنيت مسمار او سنيت سن جديد للمسمار اللي كان بايظ وظبطنا المسمار ده هو وطبعا غيرت عروسة التكهات خالص بالشكل اللي احنا شايفينه ده وركبنا عروسة جديدة. ولو انت حصلت عندك المشكلة دي او حابب تعمل القصة دي بتسن المسمار ده بدكر سن 14 تمام. وبتحتاج انك انت توسع مكان المسمار في العروسة الجديدة ببنط 10 او 11 ملي على الشنيور. قفلت بالشكل اللي انت شايفه ده هو وظبطنا التكهات تمام. هقفل الوش وندور الموتور مع بعض عشان نسمع صوته. بعد ما قفلت وش التكهات بالشكل ده هو وركبنا البيبة مكانها هندور الموتور ونسمع صوته مع بعض. هنسمي الله وندور كده. دورنا الموتور زي ما انت شايف الوضع ده هو والموتور رجع طبيعي. في الاول ما كانش يبدا يدور معانا على الصلانسيه ولكن هنا داير صلانسيه ومظبوط 1000 في 1000. هنيجي كده نزود بنزين ونشوف التقطيع اللي كانت موجوده. النهاردة معانا عطل بسيط خالص بسببه صاحب الموتوسيكل فك الموتوسيكل وغير الكربراتير مع انه كان سليم وبرضه العطل قاعد زي ما هو مفيش اي اختلاف فيه. طبعا الموتوسيكل ده صاحبه بيقول كان بيقطع معايا وبيضرب مدافع او بيعمل فرقعة من الشكمان وانا ماشي بيه وما بيرضاش يمشي كويس غير وانا رافع الشفاط بتاع الكربراتير واول ما بيبرد بيدور بصعوبة وبرضه لازم يكون الشفاط مرفوع. وجينا بصينا هنا والصدفة لقينا المكنة واخدة هوا
من الخرطوم بتاع التربو اللي هو ده، لقينا الخرطوم القديم بتاعها بايظ بالشكل ده، ولقيناه مكسوف في النص. غيرنا الخرطوم، بصينا على الفلتر بتاع الهواء او على الهواية، لقينا الهواية بالوضع ده، المصفاية بتاعتها اللي بتبقى راكبة في وش الفلتر شبه تكون مسدودة، وسخ وتراب ورواسب زي ما حضرتكم كده شايفين. طبعا هنغسل الهواية دي وننظفها. وهنا غيرنا الخرطوم بتاع التربو خالص، ركبنا خرطوم جديد مكان اللي كان فيها الأول، وهنغسل الهواية دي، هنغسل الفلتر ده هو أو الشبكة دي، ونجرب المكنة مع بعض ونشوف ايه الدنيا فيها. كده المكنة دايرة اهي معانا، كده معانا المكنة دايرة اهي مظبوطة، مفيش فيها أي حاجة، والقطيع اللي كانت فيها راحت تمام، ومش رافعين الشفاط ولا حاجة، المكنة مظبوطة سلانسية مفيش أي حاجة. وكل اللي كان حاصل في المكنة زي ما قلنا، إن الخرطوم بتاع التربو ده كان مقطوع في النص، غيرناه ونضفنا الشبكة أو الهواية بتاعة الفلتر. الفيديو ده خاص بالناس اللي بتشتكي من تقطيعة في الموتوسيكل أو في التروسيكل باستمرار. الناس اللي بيأخر معاها الموتوسيكل أو التروسيكل في الدوارة، الناس اللي بتلاقي تقطيعة مستمرة في الموتوسيكل بدون أي سبب. هقولك النهاردة على معلومة مهمة جدا خاصة بإبرة الكربراتير، يمكن لأول مرة هتسمعها أو حد يقولها لك، ولكن ركز معايا. أحيانا كتير بنلاقي فيه تقطيعة في الموتور، سواء وانت ماشي او وانت واقف تمام. التقطيعة دي غالبا بتكون بسبب الكهرباء او بسبب الكربراتير، ولكن في بعض الاوقات تاني العيب ما بيكونش لا بسبب الكهرباء ولا بسبب الكربراتير، بيكون بسبب الابرة بتاعة الكربراتير. الابرة دي بتعمل معانا مشاكل كتير في الكربراتير، ومش عايز اقول لك ان 70% من التقطيع وعدم الانتظام في الدوارة وعدم الانتظام في السلانسية بيكون بسبب ابرة الكربراتير دي تمام. في ناس ممكن تدور المكنة وتقطع وهي واقفة، تيجي تزود بنزين تلاقي المكنة بتضرب مدافع من الشكمان زي ما احنا بنقول، او بتقطع وهي واقفة بتزود بنزين بتلاقي التقطيع بتزيد مش راضية تمشي. ممكن بسبب القصة دي تحتاج انك انت تغير الكربراتير، ويكون الكربراتير عندك سليم ولكن عندك فيه مشكلة في الابرة بتاعة الكربراتير. ممكن برضو تبقى ماشي بالمكنة وتلاقي المكنة بتقطع معاك تقطيع جامد، تروح تفحص المكنة كهربا تلاقي الكهربا سليمة والكربراتير سليم، ولكن السبب بيكون بسبب ابرة الكربراتير، والسبب ده ناس كتير بتغفل عنه ومش بتاخد بالها منه. طيب ايه اللي بيحصل معانا في الابرة بيخلي المكنة تعمل التقطيع ده كله او المشاكل دي كلها؟ هقولك الابرة دي المفروض ان هي بتكون ثابتة، بتكون راكبة بتيلة من جوه، والتيلة دي فوق منها حباس زي ما انت شايف، فالمفروض الابرة دي تكون معايا ثابتة ما فيهاش البوش ده هو. طيب البوش ده هو بيخلي المكنة تقطع تقطيع جامدة، لانه بيقوم بدوره مع سحب البنزين بتلاقي الابرة دي بتتحرك يمين وشمال، فبالتالي بتقفل المجرى بتاع البنزين وبتفتحه تاني، فبتحصل تقطيع في المكنة. برضو الابرة دي لو بتتحرك بالشكل ده هو بتخلي الكربراتير بيضخ بنزين زيادة ويقطع، بتخلي المكنة تدخن معاك دخانة سودة برضو بسبب الابرة دي. الابرة دي من المفترض ان هي تكون ثابتة ما تتهزش يمين ولا شمال، اما لو هي بتتهز بالطريقة دي هتلاقي معاك المكنة حتما مش مظبوطة، يا اما بتقطع معاك على السلانسيه، يا اما بتقطع معاك اول ما بتيجي تزود لها بنزين ومش منتظمة، يا اما بتلاقي دخانة سودة طالعة من المكنة برضه، مع ان الكربراتير عندك ممكن يكون جديد او سليم مفيش فيه اي مشكلة، ولكن المشكلة هنا بتكون في ابرة الكربراتير. وانت ماشي برضه بتحصل معاك تقطيعة بتكون بسبب الابرة دي. طيب لو جينا فكينا احنا الابرة دي، دي ابرة موتور تروسيكل جاي فيه تقطيعة جامدة ومش منتظم على الدوارة، الكهرباء بتاعته سليمة ودايرة الكهرباء بالبوجيه سليمة، الكربراتير بتاعه كويس، فكينا الابرة
فالجناها بالوضع ده هو. طيب لما نيجي نطلع الابره بالشكل ده هو، هنبص هنا على التيله دي بتاعه الابره، هنلاقي التيله بص عامله ازاي كده، مكانها مش مظبوطه مكانها خالص، اه بالشكل ده هو. فبالتالي بتخلي الابره معايا بتتحرك يمين وشمال، وده بيأثر على الكربراتير، بيخلي البنزين يخش متقطع للكربراتير، مش بيرضى يظبط معايا، مش بيرضى يظبط على الصالونسيه، والتقطيع بتكون جامده اثناء المشي. طيب في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ في الحاله دي بنمسك بنسه او زرادية، بنفك التيله دي بتاعه الابره بالشكل ده هو، بنطلعها اهي بره خالص، تمام. بعد ما بطلعها باجي بالبنسة وبكفلها سن على بعضيها، سنة بسيطة خالص بحيث ان انا ما بوظهاش برضو، تمام، وما تنهاش خالص ابوظها، انا بس بكفلها شوية. طيب الافضل من ده انك انت تغير التيلة دي خالص، لو في متوفر هتعرف توفر تيلة جديدة ياريت تغيرها، هيكون افضل، تمام. او لو ما لقيتش بتضطر ان احنا نعملها زي ما احنا بنعمل كده، بنكفلها سنه شويه بحيث ان هي تبقى محكومه على الابره. التيله دي مع الوقت بتوسع، تمام، وبيحصل فيها وسع، فبتخلي الابره معايا تروح وبتيجي اه بالشكل ده هو. بس اهم حاجه اتاكد ان الابره او التيله دي مظبوطه، مش معوجه من سنه وسنه تاني، لا يعني تكون مظبوطه بالظبط. تمام، بعد ما ظبطتها كده باجي اركبها مكانها في الابره على المكان اللي كانت راكبه فيه، سواء كانت راكبه في الشرطه الثانيه تحت او الثالثه تحت او الثالثه او الرابعه، حسب ما بتكون راكبه بركبها مكانها. زي ما انت ملاحظ كده التيله اللي معانا دي مش نافعه، رغم ان احنا ظبطناها على بعضها ولكن مش نافعه، فهنضطر ان احنا نغيرها ونجيب تيلة جديدة خالص غير التيلة دي. كده نجيب التيلة جديدة اهي بدل التيلة القديمة، وهبدأ اركبها في الابرة، وهنلاحظ دلوقتي الفرق بين التيلة الجديدة والتيلة القديمة اول ما تركب. زي ما قلت لك هتركبها في مكانها اللي كانت راكبه فيه، ما تغيرش ولا تبدل فيها عشان خاطر ما يحصلش معاك لخبطه في الكربراتير اهو. بعد كده ما ركبت التيله بالشكل ده هو، لاحظ التيله الجديده من التيله القديمه ثابته مكانها 100%، لازم بتلاقي فيها سنه بوش بسيطه ولكن مش بنفس الطريقه اللي كانت في التيله القديمه. طيب نيجي نركبها كده على البست ونشوف، وبعد كده بتركب الحباسة اللي بتمسك الإبرة بالشكل ده هو. لاحظ كده بص الإبرة كده معانا ثبتت ازاي، ما عادش فيها البوش اللي كان في الأول، الإبرة بيجيت ثابتة. بعد ما انت بتغير القصة دي بتلاقي التقطيع اللي عندك اختفت خالص لو في مشكلة في الإبرة زي ما قلت لك. طيب نيجي النقطة تاني، الإبرة دي في بعض الأوقات بيحصل فيها مشكلة تاني برضو بتعمل نفس المشاكل اللي احنا قلنا عليها، وقد تتسبب في عدم دوارة المكنة. لو الإبرة دي متنية من قدام أو ملوحة مش مستقيمة بشكل مستقيم، حصل فيها تانية أو اتنت سنة أو اتعوجت أو اتضعضعت، برضو بتعمل معاك نفس المشاكل دي. حتى لو أنت عدلتها بزرادية برضو مش هتعدلها زي ما هي كانت، فبالتالي برضو هتلاقيها تعمل معاك مشاكل. فلازم لو التيلة دي أو لو الإبرة دي اتنت معاك لأي سبب من الأسباب، خصوصا وانت بتغير سلك البنزين وانت بتركب البستم، ممكن يحصل معاك تاني في الابره دي لو اتنت معاك، لازم تغيرها، مش هينفع تركبها زي ما هي. لو ركبتها زي ما هي هتعمل معاك كل المشاكل اللي انا بقول لك عليها دي من تقطيع في المكنه وخلافه. دي كانت حاجه مهمه حبيت اشاركها مع حضراتكم، وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.